السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عاصم إمام في حلقة جديدة من حلقات إي ماركتنج لافرز. النهاردة هنتكلم عن تأثير كورونا على التجارة الإلكترونية، خليكم معايا. النهاردة كلام مهم جدا عن التجارة الإلكترونية والناس اللي عايزة تدخل في الوقت ده في الإي كوميرس. طبعا لازم نفهم ان اكبر مغذي للعالم اقتصاديا من ناحية الصناعة والبضائع وكده هي الصين تقريبا. فيروس كورونا للأسف والإجراءات اللي تمت في الصين والهلع اللي حصل في العالم كله خلى عند كل الناس مخاوف من الاستيراد من الصين او انك تروح الصين، واصلا مفيش الفرصة انك تعمل كده. كل الناس اللي عندها بضاعة دلوقتي هي مكسبها الوحيد هو بضاعتها اللي عندها، لأن فعلا مفيش بديل، لأن حتى السوق نفسه مفيهوش بضاعة. يعني اللي عنده بضاعة دلوقتي بقى المثل بقى بيتقال اللي عنده بضاعة أحسن من اللي عنده فدان أرض. فخلي بالك جدا وانت بتفكر دلوقتي تشتغل في التجارة الإلكترونية، لأن الفيروس لحد دلوقتي ما اتعملوش أي بلان ان هو هل في علاج ظهر له ما فيش علاج ظهر له. الفيروس بينتشر كتير جدا، الفيروس دخل مصر فعلا، فالناس كلها حتى الاقبال على المبيعات قل جدا. الناس اللي كانت بتعمل 60 اوردر و70 اوردر في اليوم النهارده بتعمل في الاسبوع كله على بعضه ما يزيدش عن 20 او 15 اوردر، ده لو جاب الرقم ده. طبعا انا عملت الفيديو ده لان في ناس بتبعت لي على رسائل ان هم عايزين يستوردوا من الصين وعايزين يبتدوا في التجارة الإلكترونية. خلي بالك انت مش دارس السوق كويس ولا عارف ايه اللي بيدور حواليك، ودي اهم نقطة من نقط نجاحك. الناس دلوقتي الاي كوميرس يكاد يكون واقف تماما،